فوزي، رجعت الامبيلينس بتاعتنا انا وصغار واحد البنت. البنات انا راه درت تحليله، انا وماما وبابا، انا خرجت ليها مزيانه وهما راه ما خرجتش ليهم مزيانه. هما دابا راه غيجيو يديوهم حيت اختي خلات ليهم الفيروس، وحذاري الدريات، حذاري بعدو من والديكم قدر المستطاع. ولادكم والديكم تجنبوهم على الاقل مما درتو التحليله وعرفتو اشنو كاين، حيت هادشي راه خطير وخطر بزاف. انا دابا مني دوات معايا الطبيبه قالت لي 14 يوم ما تخرجيش من البيت اللي غتسدي عليك فيه، غنبقاو معاك على اتصال، غتبقى الحراره بيني وبينك، تعبري الحراره وتقولي لينا اش كاينت اي تغير، تقولي لينا اي حاجه كانت غتقولي لينا. المهم خدوا الاحتياط الكافي وبعدوا من والديكم بما بانت النتيجه. هاي الدريات، الدريات معكم العسال. الدريات كيسان دابا عيطات على الحمداوي، قالت لي ها راه جاو غيجيو يديوني دابا، راه جاو غيديوها دابا. كيسان زينب راه تسجلات الحالة ديالها. البنات زينب كيسان حتى هي لقاو فيها كورونا، ديو معانا الدريات مليحين دابا في السبيطار، كنتسناو الدريات باش يجيو يديرو التيست. حنا كنمشيو معاه في الطونسبور اللي ما قالش لينا حدا، ديو معانا الدريات. الله يسهل عليكم والله يسمعكم اخبار الخير. بنات ايمو تيكنيك سمعوني، الله يرحم لكم الوالدين. اللي كتسكن في البرنوصي واللي كتسكن في اناسيل ازهر، تجي للسبيطار ديال الكوكا ديال سيدي مؤمن. انا راه يلا اتصلوا بيا دابا، خرجت لي النتيجات فيا انا الفيروس، انا حامله الفيروس ديال كورونا. معاكم خالدي فاتحه كنهضر معاكم، يلا هدوا معايا غير دابا، يلا اتصلوا بيا دابا. راه كانت جات امينه اختي واسماء نجم وسميحه، ردوهم. امينه راه غادي يتصلوا بها دابا، رانا عطيتها بنتنا وراهم دابا غادي يجيو، وغادي يجيو باش يديوني. يلا السلام عليكم البنات. اللي عندها شي اللي قريبه صحابه البرنوسي، اجوزال، اسماء، وجدان، مريم، اعراب، الدريات اللي قراب اللي كيركبوا معايا في الترونسبور، صحابه الاناسي، صحابه الازهر، طلحي سعيده، طلحي بوشرى، نزهه الداهيه، كلكم سيروا سبيطار اللي حدا كوكا، سيروا باش ديروا لي زاناليز. راه الدكتوره يلا اتصلت بيا دابا كتسنى فيكم، غادي يستقبلوكم دابا. راه حنا كنا حاملين الفيروس، هذه حاله مؤكده، خالدي فسيحه تانا مصابه بفيروس كورونا. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير. انا زهيره بنت خالت ناديه الهرواجي. مهم، واحد البنت راه دخلت جديده سميتها فاطمه، يلا دخلت غير مؤخرا عندنا الشركه، وكتسكن في شلالات حدايا وكتركب معنا في الترونسبور ديال شلالات. المهم دارت تحليل البارح في السبيطار ديال المحمديه، واليوم جاوبوها ورجعت لومبيلونس دات حتى هي فيها كورونا. الله يشافي الجميع، الله يسمعكم اخبار الخير. اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير. هاد الاوديوات اللي صيفط لكم هادو راه ما تبشروش بالخير. هادي هي ديك الشركه اللي في عين السبع ديال الدواء. المهم عليا انا حيت تسوقت الاخبار حيت فيها العائله ديال المرأة ديالي، راه تقريبا ما يناهز 250 واحد اللي خدام فيها، والاغلبيه كاع تصابوا بهذا الوباء. الله ينجينا ونجيهم ونجي الجميع.